السلام عليكم، معكم بدو سلمى، خريجة من كلية العلوم وتقنية الصحة التابعة لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. إذن ممرض متعدد التخصصات هو محترف في مجال الرعاية الصحية اللي من المفترض أنه يتولى رعاية المرضى بشكل شامل، أي فيما يخص الجانب الصحي والنفسي والمعنوي أيضاً. parmi les spécificités d'un infirmier polyvalent هو تكون عنده القدرة لأنه يتعامل مع مجموعة من المرضى والحالات الطبية المختلفة، وأيضا يشتغل في مجموعة من الوحدات الاستشفائية، وهذا الشيء علاش كنسميه ممرض متعدد التخصصات. إذا ما بين المهام اللي كيقوم بها ممرض متعدد التخصصات أن مراقبة المريض aussi la prise de constante vitale, l'administration de médicaments, la gestion des dossiers médicaux et aussi la communication avec les membres d'équipe. Et même ça, le côté relationnel entre soignants et soignés, c'est très important pour nous, avec le gène épinefsi de la maladie qui s'aide dans le travail. إذا الممرض متعدد التخصصات أصبحت لديه إمكانيات كثيرة، وهذا الشيء راجع للإيفوليسيون اللي كتعرف بلادنا في ميدان الصحة. وبفضل كلية العلوم والتقنية الصحة التابعة لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة اللي كتقدم للطلاب ديالها تكوين شامل عن طريق سيستم LMD ليسانس ماستر دكتوراه، اللي من خلاله طالب كيستافد من تدريبات اللي كتخليه يوازي ما بين لو كوتي تيوريك وميدان الشغل، واللي كتخليه تانتيغرا بسهولة في الميدان ديالو. فوالا، كنتمنى نكون قربتكم من الدومين ديالنا، وبالتوفيق للجميع.